مستعد من اجل مواجهه ما بين الوحده والرائد. النهارده خير الدين مضوي بيلعب منصور النجار. يهيئ الكوره لاقصى الناحيه اليسرى، هي الاماميه من ليما، محاوله علي عواجي، عدى 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 عواجي، لعب العرضيه فور حلوه اول فوز. لكن راسيه ارنست فور تعلى عن العرضه وطلع له من اقصى الناحيه اليسرى، هو بيحاول ليما يسدد، هي للاعاده وادي تسديده ادولفو ليما اللي مرت على يمين الحارس فاهد للرائد عفوا هو بوريس كابي في وقت في هذه المباراه الشهيره. لكن بص البينيه حلوه، محاوله مهند الفارسي، واحلى منك يا فهد يا شمري اللي بيطلع يمسك الكوره. ممتازه التمريره كانت من ارنست فور من خلف عبد الله الشامخ، لكن فهد الشمري الكوره بينيه حلوه، مهند الفارسي على حدود منطقه الجزاء، محاوله للمرور، لكن برافو بقى سلطان البيشي هو اللي بيقطع. بيتزلي يلعبها اماميه، محاوله انفراد انفراد، والمره دي تخبط الاول 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 للراس، وكره بينيه حلوه من بيتزلي ضرب بيها خط الدفاع الوحداوي، منجوره وشريفي بيستخلص الكوره، خبطها في قدم منجوره وبقى الاول لصالح الرائد. واحد عند بيتزلي على يسار سلطان السوادي، لكن يلعب بينيه حلوه، منجوره منجوره وحاتم بلال، يا ولد يا منجوره، الرائد ولاعب الرائد وجمهور الرائد، كنت فين يا منجوره من زمان؟ فعلا كنت فين من زمان. وامامنا هنا الكسندر لمسه كعب قدم من تاني عند مهند الفارسي، لكن امامنا بقى حسين لشويش يعمل التكنيك ويطلعها الى تماس. مهند الفارسي مره تانيه بيحاول يلعب بالعرض جوه منطقه الجزاء، عواجي 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 يا عالم، علي عواجي يتعادل للوهو، رمي التماس اتنفست بسرعه، مهند الفارسي لعب العرضيه عدت من امام ارنست، لكن دي الحاجات اللي عواجي ما بيفوتهاش، يعدي ويمر يلعب بالعرض عند بيتزلي، يعدي يسدد وشريفي يتصدى للكوره، حلوه من بيتزلي حلوه من صالح الرائد. لا الكسندر اليامي اليامي يمر على الارض، لمسه حلوه من بيتزلي اليامي اليامي يسدد، ومحمد شريف بيتصدى، اللي كان قريب من ان يكون محقق لمصلحه نادي الرائد. حلوه المحاوله من الرائد، حلوه المباراه من الوحده، مباراه مميزه، وهو ولد يراوغ ويعد ويحاول، عواجي على الارض 1 2 جميله ما بينه وبين مهند، لعواجي لعب بالعرض وفاد الشمري ردد، الفارسي مع الكوره، مهند يهيأ محاوله، منصور نجار يسدد تطلع الكوره حلوه، ادي عواجي 1 2 مع الفارسي، لعب العرضيه فهد الشمري، هنا بقى مهند الفارسي هياها لمنصور نجار اللي سدد، ارتطمت في دفاع الرائد ومرت الكوره. علي عواجي يقف على الكرة ويراوغ، عواجي يفتح اللعب لمهند الفارسي من الناحية اليسرى، الفارسي يلعب بالعرض، عواجي 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 يسجل الثاني للوحدة، وبقول لكم مرة اللي عواجي يحتار حارس المرمى فيه، يحتار حارس المرمى فيه، وعلي عواجي يستقبل، عواجي يسجل الثاني في الوقت الحالي، اهي للتمريرة وهي الاستلامة بداها للفارسي اللي عرضها له، وعواجي يخطف الثاني في الدقيقة 44، علي عواجي اهي عرضية، وادي علي عواجي قابل معاها براسه. بداية من تاني عند علي عواجي اللي يقف على الكرة بينية حلوة للفارسي، الفارسي جوه منطقة الجزاء وقف على الكرة، مين اللي جاله؟ مين اللي جاله؟ محدش جاله، راوغ عدى من الشامخ وسدد، لكنها سهلة عند فهد الشمري. عواجي عواجي راوغ يلعب حلوة عند يحيى كعبي من الناحية اليسرى، عرضية من كعبي وهنا بقى يطلعها، عرضية ومحاولة من تاني. فيها في اللقطة اللي فاتت تتلعب بالارض لكن تتقطع وتوصل لادولفو ليما، عدى برافو يا ولد راوغ، ادولفو ليما مرتده مرتده لعلي عواجي اللي بيستلم لادولفو ليما على يمينه فور، لمسه حلوه فور الثالث الثالث، الوحده 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 الوحده، الكل بيشتاق له والوحده بيخطف الثالث اهي. الإعادة والهدف الثالث
بداية وصلت مرة تانية في اليسار، ليما مع الكرة واحد لواحد أمامه فارس العياف، عدى ليما مر لعب الأرضية ليما، ولكن فادي الشمالي هيها على مرتين. منتخب مالي تحت 19 سنة، وهي العرضية مرة تانية كانت من ليما اللي كانت عدت كده من فادي الشمري، كمل عليها مهند الفارسي، لكن فادي الشمري حلوة عند ليما، ليما سبق بسرعته، ليما لعب العرضية ليما وراسية شكلها حلو ومن أعلى العارضة لفادي الشمري، حلوة عرضية ليما والارتقاء أحلى منك. والرائد بالتأكيد بمن حضر، ومحاولة وتسديدة من منجورة، وقع بنيت شريفي جوه منطقة الجزاء، ومحاولة من تاني بالعرض وكرة وشريفي يتصدى لها في المرواز في اللقطة اللي فاتت، منجورة راوغ عدى وسدد منجورة، شريفي يتصدى لها، رجعت لبيتزيلي اللي لعب الكرة بالعرض، وهنا التسديدة من كيبي، لكن شريفي للمرة فور محاولات على مشارف منطقة جزاء الرائد، وادي ارنست فور يلعب في اليمين عند ادولفو ليما، عدى ليما مر بعرض الملعب حلوة من ليما، وتصدي رائع من فهد الشمري، حلوة الفور مر عند ليما اللي سدد حلوة، وفهد الشمري يتألق ويتعملق ويطلع الكرة إلى ركنية لصالح الوحدة، ضربة ركنية أهو، الضربة يقطعها من أمامه، وصلت لأدولفو ليما يوسع لنفسه مكان، يعدي يسمع ليما بيحاول على يساره فاضي عواجي، ليما دخل منطقة الجزاء ليما وعواجي تخبط في القائم ويضيع الرائم وما يلحقهاش عواجي، ليما بسرعته وهي للكرة لكن تخبط في القائم ركنها حلو ليما حاول فيها عواجي لكن